بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحديث تحت العنوان فيل فورماتنج. شباب لو حبينا نتكلم عن الفورماتنج بتاعت الفيل لأي شيء بنوقف عليه، سواء كان مثلا تكست بوكس، سواء كان بيكتشر بوكس، أيا يكن الإعدادات تقريبا متشابهة. أصلا أنا ضغطت كليك يمين واخترت مثلا فورمات أو فورمات باك جراوند، أنا واقف على مين؟ على السلايد بتاعي، اقول له فورمات باك جراوند. انا بتكلم بقى يا جماعه عن الفيل، التاب الاولاني. نو فيل يعني هو اللون المصمت، مفيش فيل، مفيش تعبئه خالص. طيب لو كان جريديانت فيل، انا بدي يخلي القصه بقت بقى في مسار الجريديانت كتدرج لوني، وبيديني بريسيتس مكتوبه من الجريديانت اللي انت ممكن تمنتج عليها، وممكن تختار طيب لينير ولا ريشيال ولا ايه، وممكن تختار الدايركشن بتاعك من فين بالظبط والزاويه بتاع، وكمان انت ممكن تضيف زي ستوبس ليها، كمان انت ممكن تبتدي تمنتج على اللون، ممكن تتحكم في الترانسبيرنسي اللي هو الشفافيه من عدم ظهورها. ده بخصوص الجريديانت. الجانب الثاني كان خاص بال تكتشر اور تكتشر تكستشر تكستشرات يا جماعه مكتبه من التكستشرز، والحاجات ديت بتبقى معروفه في عرف الفوتوشوب، يعني في مكتبات كتير جدا من التكستشرز. سواء كنت انت عايز تدرس تكستشر بس، ممكن تبتدي تعمل انسيرت فروم فايل، وهو ابتدي يعمل لك براوزر للايمج اكستنشن. كل الاكستنشنز اللي جايه ديت يا جماعه اكستنشنز للصور، جي بي جي او بي ان جي او بي ام بي او جي او اف، كل دول اكستنشنز للصور. لو انت كنت عايز تجيب صوره تحطها كخلفيه اورسي. الجانب اللي بعد انه ده خالص بالتايلنج اوبشنز، الاكس اوف سيت والواي اوف سيت والسكيل اكس والسكيل على واي والمحاذاه والقصه بتاعت الميرور، كما اني برضو لسه معايا الترانسبيرنسي قصه الشفافيه. الجانب اللي بعد ممكن كان خاص بالباترن. الباترن يا جماعة اللي هو النقش، مثلا لو انت كنت عايز تعبيها باترن نقش معين، وما بين الفور جراوند كلر وما بين الباك جراوند كلر، طبعا الالوان الامامية والالوان الخلفية، ولازم يكون في سنس اوف التضاد او جوهر التضاد ما بين اللونين. وبالاخير ممكن اعمل ابلاي تو اول على كل سلايدز، او اني انا اعمل كلوز فبتدي تطبق لي على السلايد ديت بس اللي انا واقف عليها. ده كده في عجاله الحديث عن الفيل فورماتنج. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.